صباح الخير، معاكم كوتش احمد كمال من يوم سي جيم في برنامج يوم سعيد. ان شاء الله نقدم تمرينات بسيطه كده تقدر تساعدك ان انت لو في البيت تقدر تعملها قبل ما تروح شغلك او بعد ما تخلص شغلك. عندنا ان شاء الله اول تمرين النهارده، عندنا اول حاجه الهيب ابدكشن. فاول حاجه عندنا بنزل على الارض كده بالسايد وبطلع برجلي 1 2 3 4 5 وهكذا، بعمل سويتش بردك للجنب الثاني. كل جنب بدخله بعمل 10 عدات، 10 شمال 10 يمين. بعد كده عندنا تمرينه ثانيه اسمها كيك باك، وانا بردك على الارض بنزل، ظهري بيبقى ستريت كده، الارم بتاعتي مفروده وبرجلي ببش لورا 1 2. بعد كده بعمل سويتش 1 2 3 وهكذا بردك الرجل الثانيه. لازم نشتغل على الحاجات دي مظبوط. تاني حاجه عندنا تمرين اسمها هول هولد، بنزل كده على الارض ورجلي مفروده وبثبت ظهري وببقى على الجلوتس تحت وبشفط بطني وبشد كده، بعملها من 30 ل 40 ثانيه. لو انت لسه بيجنر ممكن تعملها 20 ثانيه او 30 ثانيه وهكذا وبتريح. عندنا اخر حاجه بنزل تحت هنا وايدي كده، اول حاجه بنزل على ركبتي والارم بتاعتي مفروده، بيبقى لاين واحد ما بينه وما بين رجلي، وبطلع سنه بسيطه كده بشد الابس وبشفط بطني لفوق وظهري دايما بيبقى ستريت. برضك ممكن نقدر نعملها من 20 ل 30 ثانيه وبنريح 20 او 30 ثانيه. كان معكم كوتش احمد من يو اف سي جيم في برنامج يوم سعيد، واشوفكم في حلقات ثانيه كتير ان شاء الله.